أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف عليه رحمة الله ونفعنا بعلمه في الدارين خطبات أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه عثمان بن عفان أمير المؤمنين قطبته سي باب كيدي ويان أخرج ابن سعد عن إبراهيم بن عبد الرحمن المخزومي أن عثمان لما بويع مركي للبايع تمي بيعدي لو قنتي أيا خرج إلى الناس ذاتك بأسوا بحيف خطبهم وأقد بديي فحمد الله وأثنى عليه ألا نوكم هديي ونا أماني ثم قال حير أيها الناس ضدي يهوني إن أول مركب فولتانك أهر رأي أما كورتانك أهر رأي وقفك وحكرا صعب ويأذكتهي حونك وضعت ومركي ورزي حلك اللي ساري وإن بعد اليوم مانتنا كدب أياما مالما كدن بيا وإن أعش هدان نولادو تأتيكم الخطبة أيا إذن إمدون تقطبة على وجهها على طريقتها سادوك براتين داتك يقوه الرئيبان قطبة دونا وما كنا خطباء لكن حتى كهر خطيب ما ناهم بيري وسيعلمنا الله إلهي بان قطبة النبار دونا وأي عثمان سقو حب بدن زهدك من هذا البدن ما هين وأخرج ابن الجرير الطبري في تاريخه من طريق صيف إن سيف وحاتك قرتان نمكن وحلي رذا صيف بن عمر الضب أيال يرادا وانا ضعيف جدا حديث كيسو مره رانا من الصور دافي لكن ده ترجمة دي سوى ما ايجن شيخ يسر وحد ما دوحيو انه اقوب برارجين هيا عن طريق سيفت الله هيا ننكو ملاح حالة دي سمر كاين اقوب برارجين هيا مركز سيف بدار توحي سوريا وضعيف جدا من طريق سيف عن بدر بن عثمان عن عمي قالوا حلا لما بايع اهل الشورى ذلك أهل الشورى ذا مركب بيع لقلين عثمان خرج وصبحي وهو أشد كآبة أسوق آد أم رجس فأتى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يمد منبر النبي فخطب الناس تذكب أقد بذيي فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال حر إنكم في دار قلعة إنكم بدنكم في دار قلعة دار لقص عنها يا جوكتان قلع يعني دار التحول لقوري وأدون وفي بقية أعمار عمري هم بدين واتكنوا شهين فبادروا أدك دقا أجالكم عمرينا بخير ما تقدرون عليه عمرينا وحد أدك دقتان أتكفى إذي ستان بخير ما عملك أو خير بدون تقدرون عليه أتكريسان فلقد أوتيتم والذين يمت وأنا قريد وحيدين تمت صبحتم والذين كوا بريستي أو مسيتم أما والذين كوا قلبيسان ولا بدا مدون ألا هو ياي وإن الدنيا طويت الدنك وحالو قليي على الغرور غرور هي الدقتان بأدون كشار يعني دقتانها لوحدي فلا تغرنكم الحياة الدنيا أدون كنيون إذن دقن ولا يغرنكم بالله إلهي نيون إذن كدقن الغرور اعتبروا كعبرقات بمن أحد مضى سعدي ثم كذبنا جد دذالة ولا تغفلوا غفلة ديانا إذن كردعين
فإنه لا يغفل عنكم غفلت يا نيدن كردعين إذنك لا يغفل عنكم غفلت لا إذنك قلمايو ودى إلهي غفلت سبحانه وتعالى كما دعا ملك المدن إذن ما إلوبي إذنك هايس إلوبنا أين أبناء الدنيا تذكي الدنيا عرور تاذي آوي وإخواننا آوي الذين كوي آثروها الدون كان قضي الرذي وعمروها الدون كان عمري آوي ومتعوا بها لغون الراحي الدون كان طويلا إنبدا ألم تلفظهم ميون الدون كسوت فين أرموا بالدنيا أدونك وحد كتورتان حيث رمى الله بها ألك إلهي كتوري واطلبوا الآخرة آخرنا طلبا فإن الله إلهي قد ضرب لها مثلا إلهي أن وحو ضرب لها وحو إلى تبارك وتعالى يعني إنه تسي مثلا تسالي وللذي هو خير كي خير كبدنانا تسال خير بدنا وينقول تسي فقال وحيري قولكو أدونك يعني تساليه أقف يعني يعني لقد تساليني يبقى أدونك لقد تسالي والله وحيري واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء إلى قوله تعالى أملا وأقبل الناس قولكو قد بدأ جريبة تدكي سوقا بلا حسن البصري يبايعون عثمان تدكي بسوقا بلا عثمان بن عفان يبايعونه يقبي على قليا وأخرج ابن جرير أيضا في تاريخ بإسناد فيه صيفا أنك سامرني حديثك ما يدي حديثك سنة ضعيف جدا وحصور يوردن وضعيف جدا قال فيه سيف عن عتبة قال وحر خطب عثمان الناس بعدما بويع فقال أما بعد فإني قد حملت خلاف الله إساري وقد قبلت وانا أقبلي ألا هو وإني متبع أنوح الرعي عادتك يقولي ولست بمبتدع مد ذاليانو وعثمان يا علي لبداس أياي رشحين أهل شوره قلت لبداس رشحي أيا عبد الرحمن عوف مركز الثلاثة يسمى جلد كوراكوس ودافنيه شرطي بودكتي مركب حميد كستبالان كاكا قاضي علي هدان كودي من الخلافة إن هذا كوي عنها إنن أبو بكر يا عمر مركب علي وحير والله ديوي احترام كوذا وليهين لكن أنو النبي أمبان دبسوعن عليه السلام دي مقلد مئيه أنو أن دذالي يرأي أن كسوعن عثمان وحير يعني أنا متبع بانا يعني صديق يا فاروق وأنا تيتو شيقي ياي وإني متبع أنا وحنان وحدة بالسعداء ولست بمبتدع ألا هو ياي وإن لكم علي بعد كتاب وإن لكم علي بعد كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا أنا أقول كتابك إلهي يا سنة النبي عليه السلام صدح الرماد أيان ذين بلان قاضيا اتباع من كان قبلي ذاتك إيقوه الرئي إن أنا ودى بالسعن والصديق يا فاروق فيما اجتمعتم علي وحد كوكولانتان وسننتم الجديسان أنا رأيك كوكولانتان يا واحد جديسان التي مدان وحان راعيا من كان قبلي وسن سنة يا وسن إن أنا إذن كوضو إذن يعني إذن كجديون إذن كوه قاميو سنة أهل الخير أهل الخير كالطريقة دي فيما لم تسنوا عن ملأ يعني جماعات أما إجماع واحدا لا إيمانين أنا وحان ذنكو وضياب لي هي سنة أهل الخير والله تصدح هذا الحوري والكفة يئنان إذ سككين داي عنكم إلا فيما استوجبتم وحيد التعزير يعقاب أضمضتان مياني سيدي عمر وكالي يعني طريق إذنكو أضكين مايانو ألا هو يا وإن الدنيا أدنك خضيرة أدنك وعقارية هي وأخضر قد شهيت ولا جعلي سيدتك
قد شهيت إلى الناس تلكنا ولا جعلسي أدونك وما لإليها كثير منهم ضبضننا أدونك ويؤوعدين فلا تركنوا إلى الدنيا أدونك يعني هكون نجانينا وهدوسنينا ولا تثقوا بها هنكو كالصوناننا فإنها ليست بثقة وحوح لكو كالصونا ضماءها وعلم وحاذو قاتان أنها أدونك غير تاركة كتك ميسنا عدنا إلا من تركها قف سيدا يمين إذو قفن مسيد ديسو قال وحيلا وأخرج الدينوري في المجالسة وابن عساكر عن مجاهد قال خطب عثمان بن عفان فقال في خطبته ابن آدم إن آذنوا اعلم حاذقات أن ملك الموت ملك الموت الذي وكل بك لقوح الساري لم يزل كمزول يخلفك إنك دايو ويتخطى طلاب صدى إلى غيرك قفان ذيك أهين منذ أنت في الدنيا أنت أدنو شايد وقفك لنبقرية أدنو لقو الدين هيا وكأنه لكن إمك وحاد مودا قد تخطى إنك طلاب صدى غيرك ذاتك كروردن بسورد ميييو إليك حقاق أسو طلاب صدى وقصدك ونك سو قصدي فخذ قاضو إن آذنو حذرك حرزقاق يدو فيسكاق يقاشانكاق قاضو واستعد له سنة ديار موتك ولا تغفل غفلتنا كقالين فإنه قيرد لا يغفل عنك غفلت سوكاق قالين ما يكما هل ماميو وعلم ابن آدم إن آذنو وحذقاتا إن غفلت عن نفسك هذا النفط هذا هالمانتون ولم تستعد آذن أديار قروبنا قيري لم يستعد لها غيرك نفط هذا عذا أضيقه إن أمد ديار قروبيس ولا بد وحلق مارمانها من لقاء الله كلنك إلهي إن هذا إلهي لكل أنتنا وغلق مارمان فخذ لنفسك نفط هذا خير قاضو ولا تكلها نفت هذا الصحيح ذينا إلى غيرك عدك له يعني هو حلسارنا هكود دينين والسلام كذا في الكنز وأخرج الدينوري وابن عساكر عن الحسن أن عثمان بن عفان خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال حير أيها الناس اتقوا الله الله كبقى فإن تقوى الله عبسد إلهي غنم وغنيم وإن أكيس الكيس عقلنا وحاؤقوين من دان من أحد دان نفسه نفتي صدبري وعمل لما بعد الموت غير ذاك ابن شقيسي واكتسب كسبضي من نور الله نور كإلهي نورا بكقاتي لظلمة القبر نوقات قبر كما دوغيسا وليخشها كبقى عبد أدون أن يحشره الله إن إلهي سوى حشرية أعمى سوى عندلا وقد كان أدونك نوحها بصيرا كي وحركا وقد يكفي وحاكفلا الحكيم قفك حكيم كي عقل قلي جوامع الكلم كلمات يمرتبا كفلا سقا والأصم لكن قفك دقاها لا ينادى وحلوك دواقا من مكان بعيد يعني فرواوين بكا وحلوك قراء لكن حكيمكم إشار وحكفما وعلموا أغادا أن من كان أن من أحد كان الله معه إلهي معيس النغضو لم يخف شيئا الله وحوك بقي مجرت ومن أحد كان الله عليه دولك سهر جسدنا فمن يرجو بعده عد إلهي كدن بيال رجل وايو كذا في الكنز وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن قال رأيت عثمان على المنبر بانكو أركي قال وحيري أيها الناس دضوا اتقوا الله ألك بقى في هذه السرائر وحيا لها قرصون سرت إلهي وارك ألك بقى فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفس محمد بيده ما عمل أحدنا ما عمل فلن عملا قط سرا سهوسها أو سرها قفنا عمل أمسمين إلا هدو السمي ألبسه الله إلهي وحوحر رداءه وحاء السمي قئي صلوح على نية سي الظاهرة
wuxuu sameeyey in khayran hadduu khayr yahay fa khayrun go khayraa loo xidhi, wa in sharanna hadduu yahay fa sharun baa loo xidhayaa. uma tala hadihi alaaya wariyaashan, waa qiraa'ad markaa isagu akhriyi jiray, walam yaqul wariishan, kolkii dharka laga hadlayey wariishan buu, wa libaasu taqwa, dharka cabsidaana, dalika khayrun, yaana khayr badan. qaala wuxuu yidhi libaasu taqwa waa maxay? assamtu lxasan, waa dabeecada wanaagsan iyo camalka wanaagsan. marka waxaad hoosu samayso ilaahay dadkan buu u muujin. kada fi lkanzi, wa akhraja axmedu walbazaru walmarwaziyu washaashiyu wa abu yacla wa saciid ibnu mansuurin can cabaad ibnu zaahir qaala wuxuu yihi samictu cuhmaana yakhtubu faqaala, wuxuu yihi ina wallaahi qad saxibna rasuula llahi sala allahu alayh wasalam fi safari walxadar, nabiga calayhi salaam safar iyo xadar ba waan la saaxiibnay, waan la socday. wa kaana, wuxuu ahaa nabigu, yacuudu mardaana, dadka bukakii booqda, wa yushayicu, wuxuuna nabigu calayhi salaam raaci jiray janaa'izana, janaa'isdayada, wa yaqzu macanaa, wuuna nala duuli jiray, wa yuwaasiina, wuu noo kaalmayn jiray, bilqaliili waalkathiir, wax yaray wax badan ba nagu gargaari jiray. wa ina naasan, dad baa laakiin, yuclimuunni bihi, ibaraya aniga nebi maxamed calayhi salaam, dad baa maanta jira ibaraya nabiga, casaa waxaa laga yaabaa allaa yakuuna axaduhum ra'aahu qad, inuuna weligiiba nabiga arag baa laga yaabaa, haddana markaasuu rabaa inuu sunnihi nabiga ii sheego, waxi fahansiiyo uu wax. kada fi lkanzi, qaala laythamiyu rawaahu axmed wa abu yaclaa fi lkabiir wa zaada faqaala lahu acyun ibnu imra'ati lfarasdaq, ninkii farasdaq la oran jiray naagtiisii nin ay dhasho oo acyun la oran jiray ba wuxuu ku yidhi yaa nacthalu, saasuu cusmaan ku yidhi, gadheerow innaka qad baddalta, sunnihii oo dhan ba waad bedeshay, siiradii oo dhan waad bedeshay, tii nabiga iyo tii faaruuq iyo tii sidiiqba. faqaala cusmaan buu yidhi man haada, faqaaluu wuxuu yidhi acyunu, faqaala wuxuu yidhi bal anta ayuha alcabd, wuu cadhooday, adaa wax bedelay. qaala wuxuu yidhi fawasaba annaasu ilaa acyun, dadkiiba acyun mar qureeta ku wala booday. qaala wuxuu yidhi wajacala rajula min bani layth, nin ree bani layth baa yazacuhum, ka hoos saaray oo dadkii ka hor joogsaday ninkii inay dilaan acyunkii can, xataa adkhalahu, ilaa u geliyey daarahu, gurigiisii. wa rijaalu maa rijaalu saxiix gayra cabaad ibnu zaahir wa huwa thiqatun intaha, wa akhraja ashaaficiyu walbayhaqiyu can maalik can camihi abu suhayl ibnu maalikin can abihi anahu samica cuhmaan ibnu cafaan yaquulu fii khutbati laa tukallifuu, ha kallifina asagiira, qofka yar, addoonka yar, alkasba, inuu qasab kusoo shaqeeyo, lacag idin soo shaqeeyo, ha ku qasbina. fa innakum idinkum mataa kallaftumuuhu alkasba, markaad ku qasabtaan inuu soo shaqeeyo uu lacag soo dhaliyo, lacagna uu soo waayo, idinkina haduu idinka soo noqday aad dilaysaan, muxuu sameyn saraq, waxbuu xadaya, xadatay inaan ku kallifay, idinkaa ku kallifay. walaa tukallifu alammata, addoontana ha ku qasbina, hayra daati sancati, xirfad naagtaan lahayn iyo shaqo aan aqoonina ha ku qasbina, alkasba inay idin soo shaqayso. fa innakum idinku in kallaftumuuha alkasba, haddaa shaqo ku kalliftaan, kasabad bifarjiha, wa cifu dhowrsoonaada, buu yidhi inaad ciyaalka iyo naagaha addoomaha ku shaqaystaan ka dhowrsoonaada. id acafakum allah, ilaahay baaba aqniya idinka dhigay oo idin dhowrsoonaysiiyey, iska daya ha kallifina dadkaas. wa calaykum min almataacim, cuntooyinkana waxaad ka laazimtaan, bimaa taaba minha, waxaa xalaasha ah. qaala alhaythami, qaala albayhaqi, wuxuu yihi warafacahu bacduhum, qaar bay xadiiska nabiga u kor yeelay, can cuhmaana min xadiisi thawriya warafcuhu daciifun, kada fi lkanz. wa akhraja albayhaqiyu can zubayd ibnu salt anahu samica cuhmaana wahuwa cala alminbari yaquulu yaa ayuha annaasu, dadow, in iyaakum waalmaysira, maysirka iska ilaaliya, yuriidu annard, nardigu waa waxan meegaa lagu ciyaaray, maxaa la yihahdaa, xadh, ya ya waxaan dhagax wax saa ujiijiidana, waxaan dinta loox yar saa dhagan baxya aad ku dadaadiyaani, ya
نردي قبل لها تبني بلا إيرادا ووحس ما جيس وما قام أركام ملاك وقمرنا يريد النرد فإنها قد ذكرت لي وحال يشيغي أنها في بيوت الناس إني تالو أو منكم إذن كمدها فمن كانت في بيتي فليحرقها هجبو أو يكسرها أما هججبيو. وقال عثمان مرة وحيري مرة أخرى وهو على المنبر يا أيها الناس ضدوا إني قد كلمتم إني قد كلمتم إني قد كلمتكم حان إذن كلاهض لي في هذا النرد ولم أرى ما أنا أرق قد أخرجتموها إن أتسارتين فلقد هممت وحان همي أن أمر إن أمر بحزم الحطب حقل حابة ثم أرسل إلى بيوت الذين هن في بيوتهم كذبنا أن أدر حابة نرد قسميله يالو فأحرقها عليهم أن كقبوا كذا في الكنز. وأخرج البيهقي وابن عساكر عن سالم مولى عبد الرحمن بن حبيد أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أتم الصلاة صلاة دي بورد ما يسر بمنا أفرق عود بكت كذي ثم خطب الناس وقدم ذي فقال الحيري أيها الناس إن السنة سنة نبتئه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيان وسنة صاحبي إيا لبديسي صاحبا ولكن حدث العام سنة كان وحاد عين من الناس ذلك الضبضان بايمد فخفت وحنك بقي أن يستنوا إني لبقون هل كان لقد تكذي إني واجب مودان بانك بقي ولكن وحان توصي يا أفرتون إني بنانتهي لبضون وحاويين إني بنانتهي ساسان توصي ساسان وجيدا كذا في الكنز. وأخرج ابن عساكر عن قتيبة ابن مسلم قال وحيد خطبنا الحجاج ابن يوسف نكي لورن جريبا نوقض بدي فذكر القبر قبرك كهضلي فما زال منكزول يقول إنه بيت الوحدة قبرك وقري كلينمو وبيت الغربة وقري غربة حتى بكى إلى حجاج أوي وأبكى من حوله وحيك أقدوان وكؤوهي. ثم قال وحير سمعت أمير المؤمنين باك مغلي عبد الملك بن مروان يقول سمعت مروان باك مغلي يقول في خطبتي أسوق لخطبنا عثمان بن عفان فقال في خطبتي بلما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر مون قبر أجن وذكره من حسوسا قبر إلا بكى هدو حسوس قبري أما أو قبري أجو أو يجري. كذا في الكنز. وأخرج أحمد عن سعيد بن المسيب قال وحير سمعت عثمان يخطب على المنبر وهو يقول كنت وحنامير عثمان أبتاع التمر تمرت أينسي جملة له إبسن جري من بطن قولا كي إبسن جري من اليهود أو يقال لهم ليراذ بنو قينقاع فأبيعه مركزا أن إبن جري تمرت بربح ربح بانكو ابن جري يعني زيادة دول دقن جري. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أرنتي قادي فقال وحير يا عثمان إذا اشتريت قل كاتمير إبسوتو فاقتل إسكميس يعني تمير دودو باكو إبسنيني إسكميس وإذا بعت فكل مركز إبن يعني كيلو 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 يعني ميس مركز وحير نبي قدو ديها جزاف كان وحن دودو. وأخرج أحمد عن الحسن قال حير شيت عثمان أيان أجوغي يأمر في خطبته أسوى قطبة ديسك أمريا بقتل الكلاب أيدي دتك عنيسي إن لدلو إيا وذبح الحمام حمام كنا وشمبره نيكو أغارسين أيان شمبره كلا كسو قبين هين كان قورع أبو يل. وأخرج ابن جرير في تاريخه من طريق سيف عن بدر بن عثمان عن أمه قال إلى آخر خطبة خطبها عثمان في جماعة إنو يري إن الله إلهي إنما أعطاكم الدنيا أدنك وحيدين سيي لتطلبوا بها الآخرة ولم يعطكموها أدنك الله إذن مسين لتركنوا إليها يعني كو إلتان دول فريستان
إن الدنيا أدنك تفنى والآخرة آخرنا تبقى فلا تبطرنكم أيين إذن كبرنن الفانية تندمان هيسو ولا تشغلنكم أيون أدنك إذن كمشغولنن عن الباقية آخر إفآثروا وحاد إثارتان ما يبقى وحولك جوغي آخرها على ما يفنى وحد دمان يعني إثارة فآثروا ما يبقى إثاروا على ما يفنى وحد دمان يعني كتغى فإن الدنيا أدنكم منقطعة وتيقوا أيسا وإن المصير إلى الله وإن المصير نقطكنا إلى الله ويا اتقوا الله جل وعز الله عز وكبقى فإن تقواه عبسيدي سجنة وقاشان من بأسه عذاب كيسي قاشان كتاي ووسيلة نويته عبسيدي سو عنده أكتسنا وسيلة إذن نقن يقرب إيساهي وحذروا كدكتون هذا من الله إلهي إلهي حقيسنا وحد كبقدان وحذروا كعب صدى من الله الغير حوادث يردعدوين وح أحواش هذا ببدرد أما بلاي بكين أما مصيبة كنا دعذوي كان إلهي كجبق يعني احذروا من الله الغير من الأحداث والزموا جماعتكم جماعات كمسلمين تنا اللازمة لا تصيروا هنقننا أحزابا إن تسو حزب وكرب حنا واذكروا نعمة الله عليكم حسوسا إذ كنتم أعدانا هذا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقد تقدم وحنصر دفن ما قال عثمان في خطبة في فضل الحرس في سبيل الله في باب الجهاد مجلد كيكوباد قال رحمه الله تعالى خطبات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أخرج ابن جرير في تاريخه بإسناد فيه صيف عن علي بن الحسين أول خطبة وخطبها علي وخطبة حين استخلف حمد الله واثنى عليه فقال وحير إن الله إلهي أنزل كتابا مسودجي هاديا وحنونيا بين فيه وحك عدي الخير والشر كتاب كاس فخذوا قاتل بالخير خير كقاتل ودعوا الشر شركا كتقا الفرائض إلهنا أدوها قدا إلى الله أقود سبحانه وتعالى يؤديكم إلهينا وحو إذن جارسين إلى الجنة إن الله إلهي حرم وحو حرمي حرما حرموي غير مجهولة يعني اللي أقيه والمجهولهين وفضل وحو فضلي يالي حرمة المسلم قفك مسلم وحرمتي سي شرفتيس على الحرم كل على الحرم كلها حرموي ككالوردن مسلم كحرمتي ساكوين والشد وأذكي إلهي بالإخلاص بوك وأذكي إيه والتوحيد والشد وحو أذكي بالإخلاص إيه والتوحيد أي أذكي المسلمين بلغ أذكي والمسلم المسلم كنا من وينسلم الناس أي كان بدقلان من لسانه عرب قيس ويدي إلا بالحق مويان وده حق دوي ما دو عرب كي إيه قعنت ودقاق يعني يقو سيدا قصاص ديوكره يشاهدون كي وحل من آية وكلم قال وحير عليه رحمة الله تعالى لا يحل حلال ما هذا المسلم إنه مسلم لردبه إلا بما يجب وحده واجب أهمه يعني ودردبك وقصاصي وحلها من حقوق دي إسلامك بادروا يعني دقدق أمر العامة أمر العامة هل كان آخر وكوضع ملك آخر ذوين أعمال شيء ذو الدقدق إيه وخاصة أحدكم مت كسوي ذن كم إذا تتابعنا سجون إذا وها الموت ما كجيري ذن قف كستتابعنا كبقى قيامه وين كبقى فإن الناس صدتك بعض ذات أمامكم وإذا كهر ريان وإنما من خلفكم الساعة تحدوكم وإنما من خلفكم وحيد كدم بيا الساعة الساعد هنا تحدوكم وإذن كحين هيسا وإذن كفر ديسا قال الحيري تخففوا إسخفيفية وأدون كان يمال كان يوحن دي إسخفيفية زاهدة تلحقوا صالحين تبقى جاري دونتاني فإنما ينتظر الناس
فإنما ينتظر الناس ددك وحاسوغيا أخراهم طوضا كالي وغيري بكوضا ددك غيري أمباسوغيس اتقوا الله ألك بقى عباده أدومه سيو في عباده أدومه سكاك بقى إيو بلادي أدومه إلهي وأدومه إلهي يدولك سيلاك عبصدا إنكم إذنكم مسؤولون مسؤولون باتهين محد مسؤولون كتين حتى عن البقاع والبهائم مسؤولون باتين ليدين ويدين آخر حتى عن البقاع قلك باوح ليدين كويدين والبهائم باوح ليدين كويدين أطيعوا الله الله أطيع ولا تعصوه هنا عسينا وإذا رأيتم الخير خير هذا دركتان فخذوا به قاتا وإذا رأيتم الشر هذا دركتان فدعوه كتقا واذكروا حسوسنا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض أخرج أبو الشيخ عن علي أنه خطب فقال عشيرة الرجل ننك قرابة ديسو الرحم كيسا الرحم كيسا عشيرة ديسو للرجل ننك خير ويقول خير بدنيهم من الرجل ننك خير كولي لعشيرته هذا يقول رحمك أولا ذاك هذا هي رحمك أنتو رحمك كولي يها هي نفعك رحمك كبدا رحمك هذا يقول نفعك رحمك سيسو إنه ننكو إن كفا هذا فرها كقاذا يده قعنتيس عنهم إيجا رحمك كفا وحوك قاذا يدا واحدة هل قعنو كليا تضر رحمك يا قرابة بنانك كمرتو تقف كليا بنانك كمري وكفوا عنه يقول وحي كقاذيان أيدي كثيرة تضر رحمك بدني هاي ما كده رحم جوز نقطة تيلها فري مثلا تقول بنانك رحمك كمرتو ده هل قفهم بنانك كمري لكن يقول بكاب بدني هنا تضبط بنانك كمري مع مودتهم بيبنانك لمريا جعل كودي يا وحفاظهم حفظي كودي يا ونصرتهم قرقار كودي حتى لربما غضب الرجل حاجية بنفعك رحمك كهل يا حتى لربما غضب الرجل للرجل إنه ننكو نن أعرض على غيابة يعني أقع وما يعرفه أون جرنه إننا إلا بحسبه الرحم كمياني يعني حلقة بين الدقاف كان رحمك هي وحكو قطر الرحم نمت كان وسكن كبك جرنهين وسأتل عليكم بذلك آيات من ذن خد الأخرين من كتاب الله فتلى هذه الآية لو أن لي بكم والنبي لوط عليه السلام أي أمرك اللي بنيبول لو أن لي بكم قوة أدن أقود يالا لها أو آوي أما أن يعني كو أبترسدو إلى ركن شديد رحم وين يعني ميدان سائق شين قال علي وحير والركن الشديد ركن الشديد كو شيغينا العشيرة والرحمك يعني قلو وين دي فلم تكن للوط مسكنا عشيرة رحمنا لهين فوالذي لا إله إلا هو ما بعث الله نبيا مسوسر قط بعد لوط إلا في ثروة لاندير ومكدشك وحلوط كدنبي من قومي وترى هذه الآية في شعيب وإنا لنراك فينا ضعيفا أيكو يرادين شعيب أذو الضعيف باتهي قال حير كان مكفوفا ضعف الشيء وحويا وإن دلع فنسبه وحي النسبيا إلى الضعف ضعف مركا يقوى أركيين هذا مركا محير هذين أذو الضعيف باتهي وإن دلع ذهي ولولا رهطوك هذون الرحم ونجردك إلى ليوك وحدا لرجمناك قال علي حون فوالذي لا إله غيره ما هابوه مين أقعب سن النبي شعيب جلال ربهم يعني إلهي مين أقعب سنين إلا العشيرة أم بك أقبقين مركتان حكو تسوقف كده الرحم كي يفامي قاق إنا نكردح بحين أذكو الصبر تردبك هذا أذ حريرسان وأي الرحم كل حريرسان من الدين قال رحمه الله تعالى أخرج الحسين بن يحيى القطان والبيهقي عن الشعبي قال حين كان علي يخطب إذا حضر رمضان قد بذين جري ثم يقول حورا جري هذا الشهر المبارك هذا الشهر بشن المبارك الذي بشأس وفرض الله صيامه إلى هي أفر لسون كيسا ولم يفرض قيامه قيام كيسا منفر ليال ليحذر رجل ننها كدكتون هذا أن يقول إنه إلى هذا أصوم إذا سام فلان هبل هذا صوم من الصوم يا
أو أفطر وأنا أفطر يا إذا أفطر فلان وهو أفطر ألا هو يا إن الصيام ليس من الطعام والشراب صنك ربت إماءها إن أدعنتد يبيها إسكديسو ولكن صنك ربت من الكذب ويا والباطل ويا واللغو بحي اللغو يا نسكال لسيا باطل يا بن ألا هو يا إلا تقدم الشهر بشهر رمضان هكه الرينينا ويوم شكها صومنا إذا رأيتم الهلال فصوموا بشهد أركتان صوما وإذا رأيتموه قل كاد بش عيد أركتان فأفطروا قال وحير عليه رحمة الله تعالى فإن غم عليكم هدي بش الذين كقريو فأتموا وحادة مسرتان العدة صد المالموض انترسد هدي دي وحير روبابوي وحاي نغطو قال وحير كان يقول ذلك بعد صلاة الفجر بقد بدأ جيرين جيري وصلاة العصر كذا في الكنز أخرج الصابوني في المئتين وابن عساكر عن علي أنه خطب فحمد الله وأثنى عليه وذكر الموت أي الشيغي فقال وحير عباد الله والله من قدرته الموت ليس منه فوت الموت ليس ماءها منه حقيس فوت بحثت من لقب بحثا كرا ماءها لقب فكرا إن أقمتم له هدد النجاتان أخذكم وإذن قاضي وإن فررتم منه ضدك عررتان أدرككم وإذن قاري فالنجات النجات يعني أطلبوا النجات بتباذوا عطصدا يعني بتباذوا كد ذالا الوحاء الوحاء يعني السرعة السرعة دقدق أعماش صالحاتك ودقدق اللازمة أعماش صالحاتك ودقدقتان وراءكم وحايد كذب بي طالب مد إذن دوندون يا حثيث ودقدق بدن القبر وينكاسي افحذروا كدقتون هذا ضغطته إسو إمات كيسا يعدير كيسا وظلمته نك إسكا إلالية ووحشته أيو يرى وحشة دي سنة إسكا إلالية يعني وحش عدير يعني وحشة دوام حي ها بلا أو بلا وهل كيسا ألا هو يا وإن القبر حفرة من حفر النار حفرة وجد من حفر النار أو أمس روضة ويا من رياض الجنة ألا هو يا وإنه يتكلم في كل يوم ثلاث مرات فيقول وحورا أنا بيت الظلمة قبر يقول هذا الضيان قريق مذوق أنا أنا بيت الدود بنا قريق الدحرق أنا بيت الوحش قريق بلا وهل كانهي ألا هو يا وإن وراء ذلك قبرك وحاكدن بيا ما هو أشد منه وحكدرا نار باكدن بيس حرها شديد كل الكود أذقيه وقعرها قنت يدنا بعيد حليها نار توحال لغو الشرحي لغو قرحي حديد برا وخازنها خازن كذي مسؤول كذي نغمالك وين ليس لله فيه إلهيكم أبورن وقعرها بعيد وخازنها وقعرها قنتيدو حر نار حرها شديد حر كذي أنا وكل الكذو أذقي هاي وقعرها قنتيدنا بعيد ويفكتها يعني قندر دي حليها وحلو قرينا حديد وخازنها نوحويا مالك ليس لله فيه إلهي يعني كما أبورين خازن وفي لفظ فيها نار كما أبورين رحمة وحنا حريصة وألا هو يأي وراء ذلك وحال كان كسيدا بيسا جنة باكدا بيسا وجنة إلى النار كسيدا بيسا عرضها السماوات والأرض بلد كذو أعدت وحلو ديريا للمتقين جعلنا الله وإياكم من المتقين إلهي هين نغي يالبو يري وأجارنا هين نغي نبت قليا وإياكم من العذاب الأليم عذابك حنون كبضا كذا في الكنز وذكر ابن كثير في بداية هذه الخطبة عن الأسبق ابن نباتة قال حير سعيد علي ذات يوم المنبر فحمد الله وأثنى عليه وذكر الموت فذكر نحوه مشاق وزاد بعد قوله حكز لي أنا بيت الوحش ألا هو يا وإن وراء ذلك يوما أيا كدن بيب يري يشيب فيه الصغير المها يروع الرئيسا ويذكر فيه الكبير كوين الصخرة ميو
وتضع ويدغيسا كل ذات حمل من كست اور لا حملها اور كادي وترى الناس سكارى ددك اول ولان بد اركي وما هم بسكارى ولعدنا ما هيسو ولكن عذاب الله شديد عذابك الهي بادرا وزاد في روايه ثم بكى اويي علي وبكى المسلمون حوله وصلى الله وسلم على نبينا محمد.